تقول: ما حكم من يمزح في كلامه بالتطير، كأن يقول عندما يرى قطا أسود الله يستر يقول ذلك مازحا؟ لا يجوز المزح في مثل هذا، التطير لا يجوز، شرك. لا يجوز الإنسان أنه يتطير بمعنى أنه يتشاءم بالأشياء، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يمزح في هذا ما يجوز فيه المزح.